المرأة الخليجية وتحديات القرن 21، شعار الملتقى الثقافي والعلمي لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، الذي جاء لرصد وتشخيص واقع المرأة الخليجية. نتمنى إن شاء الله أن يستمر هذا الملتقى لدعم ومشاركة الطالبات في الأنشطة الطلابية. في السابق كنا يشاركنا في الأسبوع الثقافي والعلمي الخاص بطلاب الجامعات، وأخيرا تمت موافقة لجنة عمداء شؤون الطلاب بفصل الملتقى ليصبح ملتقى خاص بالطالبات. مناظرات وابتكارات وبحوث قدمتها الطالبات المشاركات في الملتقى، إضافة إلى ورش خاصة بقضايا المرأة المعاصرة. نعلم الطالبات تقبل الرأي والرأي الآخر، بالإضافة إلى تعريف الطالبات في الاختراعات اللي قاعد تقوم فيها الطالبات، خواتم الطالبات في الجامعات الأخرى. وهناك بعد في أهداف أخرى ثانية خاصة في عملية المناظرات وعملية المسابقات اللي تقرب بين طالباتنا وطالبات دول مجلس التعاون الخليجي لما فيه المصلحة العامة. يعطيك العافية. ملتقى يعد انعكاساً لتمكين المرأة الخليجية لمواجهة التحديات المعاصرة عبر المنافسات والمسابقات التي ترسخ مشاركة العنصر النسائي في تنمية مجتمعاتها. زهراء الكاظمي، لتلفزيون المجلس.